مرحبا، انا زيد سعد الدين من الاردن. بشتغل بالتجاره الالكترونيه من تقريبا 3 سنوات. بيسكلي عم نشتغل في امازون، بنتاجر على امازون. اللي بيشتغل في مجال امازون بجوز يفهم علي، في كثير مصاعب في الامازون واجهتنا من خلال الرانكينج، الجينينج الريفيوز. كثير في مشاكل راح تواجهك وانت شغال في الامازون. حاولنا كثير نعالج هاي المشاكل، لكن وصلنا لمرحله انه لازمنا حل جذري على اساس تقدر تنجح النجاح اللي انت بدك اياه. وبعدين وجدنا دوره السيد ثاي، دورة كتير ممتازة كانت، عملنا له انفيتيشن للأردن واجى عنا، وتقريبا سيمينار تقريبا كان لمدة 3 أيام، مفيد كتير، أعطانا حلول لمعظم مشاكلنا، وإن شاء الله إنه تكون الفترة القادمة فترة يعني فيها تطور كبير في بزنسنا في موضوع الأمازون، حتى بتقدر تستخدم نفس هاي الأساليب في الماركتينج، في الأونلاين ماركتينج للشغل تبعك. فالحمد لله رب العالمين، كتير استفدنا وفيها كتير الأسرار. أتوقع التجار على الأمازون في المنطقة العربية أو على مستوى العالم ما بيعرفوها، لكن العالم الصيني عم يستخدم هاي الأساليب. فهي عبارة عن أشياء أنت وتولز بتستفيد منها لتضاعف أرباحك وتضاعف مبيعاتك على الأمازون، وبالتالي تحصل النجاح اللي أنت بدك إياه. كان في كتير بونسز بالدورة غير الأشياء اللي كان أصلاً المفروض يعطينا إياها، فكتير ممتازة. شكراً.